تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني هذا الثلاثاء جلسة انتخاب أمين عام جديد بعد شغور هذا المنصب وتشكيل هيئة تسيير كان يقودها معاد بوشارب منذ نوفمبر 2018. وتعسر على الأفلان انتخاب أمينه العام في جلسة الثلاثاء الماضية التي شهدت إقالة الأمين العام السابق جمال ولد عباس. الجلسة عرفت ومنذ بدايتها سوء تنظيم وفوضى عارمة سرعان ما تحولت إلى مشادات بين بعض الأطراف ما استلزم تأجيل الأشغال. كل واضحين مع بياتنا حبيت تبدأوا العملية نبدأها حبيت تأجلها خليها. هذا وأعلن 11 عضو لجنة مركزية ترشحهم لمنصب الأمانة العامة للحزب على أن تعقد ذات الهيئة اجتماعا مغلقا صباح الغد للفصل في ملفات المترشحين والنظر في شروط الترشح المذكورة في القانون الداخلي والتي من ضمنها عدم التورط في قضايا فساد وأقدمية النضال بعشر سنوات، ليتم بعدها مباشرة إعلان القائمة النهائية التي ستتسابق للظفر بأصوات الأعضاء. غدا إن شاء الله سوف تعود بالتحرير إلى وضع القانوني والشرعي العادي باختيار أمين عام جديد بالصندوق كما جرى في 96 أيضا، دون أمل أن يكون اختيار أمين عام جديد في إطار الحراك الشعبي باختيار وجوه جديدة وإطارات شابة وكفاءات يستطيع الحزب الدفاع عن نفسه وعن برنامجه الأصيل النوفمبري في الساحة السياسية وضمن الطبقة السياسية. الأفلان يمر اليوم بامتحان عسير وفق متابعين، فالحزب أضحى لزمن عليه التماشي ومستجدات الساحة السياسية المطالبة بالتغيير، وقد يكون أمام فرصة العودة لاختيار أمين عام عن طريق الصندوق بدل الاكتفاء بالتزكية.